مشاهدينا، ضمن منافسات هذا اليوم ايضا وتحديدا مع الدور نصف النهائي لبطوله كاس اسيا، بلغ المنتخب الاماراتي الدور نصف النهائي بتغلبه على نظيره الاسترالي حامل اللقب بهدف وحيد في اخر مباراه. طبعا هذه اخر مباراه الدور ربع النهائي. جاء الشوط الاول من المباراه بافضليه لصالح المنتخب الاسترالي، فيما اعتمد المنتخب الإماراتي على الدفاع والهجمات العكسية لتنتهي أحداثه بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني واصل منتخب استراليا ضغطه على مرمى المنتخب الإماراتي، لكن بدون أن يسجل أي هدف وسط استبسال كبير من المدافعين والحارس الإماراتي. وجاءت الدقيقة 68 ليرتكب المدافع الاسترالي ميلوس ديجينيك هفوة قاتلة بعد تمريرة خاطئة للوراء اقتنصها علي مبخوت ليراوغ الحارس رايان ويضعها في الشباك الخالية. استمر بعدها المنتخب الاسترالي بمحاولاته الهجومية، لكنه لم يستطع إدراك التعادل لتنتهي المباراة بالهدف الوحيد، ليضرب منتخب الإمارات موعداً في نصف نهائي البطولة مع نظيره منتخب قطر.